عديدة هي النزاعات الإيديولوجية والاجتماعية التي برزت في فضاء العالم والإنسانية، وتستهدف تقليص مساحة الدين ودور الدين في الحياة العامة للإنسان. ومع تراكم هذه النزاعات واندفاعها صوب تطبيق قناعاتها وأفكارها ونزاعاتها الخاصة بالدين، إلا أن الواقع الإنساني لم يشهد تراجعا لموقع أو دور الدين في الحياة العامة. أكيد فرح، وفي ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخلال اطلاعنا على حياة وسيرة النبي الكريم، هناك الكثير من المواقف والتجارب طبعا اللي ارتقت بالمجتمع في تلك المرحلة إلى مرحلة متقدمة من الإنسانية، ما يعكس الالتصاق الوثيق بين الدين والمجتمع المحلي. الحديث أكثر عن هذا الموضوع نرحب بفضيلة الشيخ مازن السلوم، وهو إمام جامع الخنساء وخطيب جامع صلاح الدين الأيوبي بدمشق. أهلا وسهلا فيك وكل عام وحضرتك بخير. حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا، وأنتم بألف خير إن شاء الله تعالى. إن شاء الله ربي بيجعل هذا الشهر شهر بركة وسلام وأمان علينا وعلى هذا البلد جميعا إن شاء الله. آمين. اليوم خلينا نحكي عن دور الدين في المجتمعات الإنسانية وهي العلاقة الوطيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا لا شك لما نتكلم عن الدين وعن أهمية الدين في حياة الإنسان، حياة المجتمع، حياة الأمة، إنما نتكلم عن حياة الأمة. الدين هو الحياة، الدين هو السعادة، الدين هو الناظم لكل تفاصيل الحياة في تفاصيل حياة هذا الإنسان، مهما كان توجهه ومهما كانت ثقافته ومهما كان اعتباره. الدين حتى عند الملحدين، يعني لما بنسمع عند الفلاسفة عند فرويد وعند غيره لما يتكلمون حتى عن الدين، يقول مثلا فرويد في كلامه مع أنه ملحد ولا يؤمن بأي دين، يقول الدين ضرورة لأنه يضبط الغرائز والشهوات في الإنسان. إذن هو عنده هيك حالة من الإيمان يعتقد فيها بضرورة الدين، لأنه الإنسان لا يستطيع أن يضبط شهواته أو غرائزه إذا لم يكن هناك ما يضبطه من دين أو من مراقب يراقبه في حياته. الحقيقة الدين هو الشيء الذي لا يستطيع الإنسان أن يتخلى عنه. الدين هو السعادة. اليوم الناس تبحث عن السعادة في المال، في النساء، في الأولاد، في البيوت، في السيارات، وكثير منهم من أضاع البوصلة. ما هذا هو الطريق الصحيح؟ أنا لما أتكلم عن هذه القضية أتذكر في من فترة هيك عرضوا لنا فيديو عن شخص من أغنى أغنياء العالم في أوروبا، وكان يمتلك سلسلة فنادق عريقة. أعتقد أنه الكل شاهد هذا الفيديو. هذا الإنسان وصل إلى الحالة قال كل شيء في الحياة في هذا، وثم فعله ماذا؟ قال أريد أن أجرب الموت، ومات وفعلا وكل أملاكه كل شيء في هذا العالم الموجود حواليه. لماذا؟ لأنه ما عنده دين، ما عنده إيمان. لو امتلك هذا الإيمان اللي هو الروح تبع القلب، لو امتلك هذه العلاقة اللي بين القلب وبين الله تبارك وتعالى، هذا الذي يفتقده كثير من الناس. لذلك نحن اليوم بحاجة إلى الدين. الدين ما هو الدين؟ نحتاج إلى أن نوضح هذا المفهوم. اليوم الدين عند بعض الناس هو حالة من التشدد، كما يعني أظهرته بعض الفئات وبعض يعني ما نراه اليوم من صنع أمريكا، من داعش وغيرها. الدين هو التشدد، الدين هو القتل، الدين هو يعني عدم الخروج، عدم الدخول، تكسير الآخر. هذا غير صحيح، بالعكس، الدين هو الذي أعطى حرية للإنسان، لكن هذه الحرية لها ضوابط. جعل حرية للإنسان في يعني أنت تتزوج من تشاء، لكن ضمن الضوابط الشرعية. العلاقة بين الرجل والمرأة ضمن الضوابط الشرعية، العلاقة بالمال لها ضوابط شرعية. قال لنا كلوا ما تشاؤون، أي شيء تريد، لكن فقط ابتعد عن المحرمات مثل لحم الخنزير مثلا. اشرب ما تشاء، لكن ابتعد عما يخرج هذا العقل ويسكره. أنت عندك ألف نوع من الشراب، يأتي الإنسان يريد أن يعني يأتي إلى هذا النوع الواحد، كما يقولون يعني كل محروم مطلوب أو بهذا المعنى. إذن الإسلام هو الذي يضبط كل هذه، يضبط بيعنا وشراءنا،
يضبط البيع والشراء حتى يكون البيع في بركة والشراء في بركة، يضبط العلاقة ما بين الجار وجاره، يضبط ما بين العلاقة ما بين الزوج. اليوم نحن نأسف يعني أختي الكريمة على تلك البلاءات الموجودة في المحاكم. لما بتسمعي عن آلاف من حالات الزواج ثم ترين أنه 90% منها بعد عدة أشهر يؤدي بها إلى الطلاق، ما السبب؟ لأننا ما اعتمدنا في علاقتنا مع الزوجة على العلاقة الإلهية التي وضعها ربي تبارك وتعالى. فالمرأة لما تتعلم الدين تعلم أنها لما تطيع زوجها، لما تخدم بيتها، إنما هي تتعبد المولى عز وجل. يعلم الرجل أنه عندما يكرم المرأة وعندما يخدمها وعندما يعني يجعلها إنسانة محترمة. النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر آخر ما تكلم في حياته قبل أن يغادر إلى الرفيق الأعلى ماذا قال؟ قال أوصيكم بالنساء خيرا. الله أكبر يا رسول الله، طب ما في شيء أهم يعني كذا؟ كان يقول الصلاة 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 الصلاة، أوصيكم بالنساء خيرا. ما هذا النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير يقول ما أكرمهن إلا كريم، ما أهانهن إلا لئيم. نعم. من أجل أن يضبط العلاقة مع المرأة. المرأة كذلك قال، يقول للمرأة قال إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قال دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. الله أكبر. إذا انضبط العلاقة، ما البر ما بين الأب وأولاده، ما بين الولد وأمه. إذا نحن اليوم بحاجة إلى الدين، والحقيقة أي ضياع حتى نتكلم بصراحة، أي ضياع اليوم نراه بمجتمعنا هو لأن الناس اليوم تخلت عن الدين، تخلت عن هذا الالتزام. اليوم بعض الناس يريدون أن يلبسوا ما يشاءون وأن يعني يتكلموا كما يشاءون وأن يعني أصلي أو لا أصلي، أفعل أو لا أفعل. هذه الصلاة لراحتك. الصلاة اليوم في كل الأديان يوجد صلاة، في كل الأديان. ليش؟ ما معنى كلمة صلاة؟ نحن نقول سبحان الله كما سمعنا من يعني من أهل العلم، نقول الإنسان لما هيك يصيبه هم، يصيبه غم، عنده مشكلة في الحياة، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ في إنسان، في واحد شو بيساوي؟ بيروح بيدخن، في واحد بيروح أو عفوا يشرب ويخمر ويسكر ويخرج هاي الإنسانية؟ لا. الإنسان لما يتخلى عن الدين هو يعني ينزل بمرتبته من الإنسانية. ليه؟ ما المطلوب؟ لحظة صدق بينك وبين الله تبارك وتعالى أنت تكونين إنسانة مرتاحة، يذهب الهم والغم عنك لما تعلمين أن كل شيء في الحياة هو بيد الله تبارك وتعالى. لكن قبل هذه النقطة هناك قضية مهمة جدا جدا. أنا لا أقبل الكلمة التي يقولها بعض المفكرون وبعض يعني المتعالمون أنه الصلاة أو أن الدين هو عبارة عن قضية تخدير، أنه الأمر لكن أنت بتتخدر لما بتصلي. لا لا، ليست قضية تخدير، هي علاقة حقيقة. ليه؟ لأنه الإنسان لما وحضرتكم والمستمعين أهل العلم لما ننظر إلى هذا الإنسان على أنه فقط جسم يعني عبارة عن لحم وعظم وعروق وقلب، تكلمي ما تشائين، لكن الإنسان ليس كذلك. روح. الإنسان هو عبارة عن جسم وعبارة عن عقل وعبارة عن روح، كل واحدة منها يجب أن أغذيها. لما اليوم الناس كل جميع الناس يعني ملتهية في إيش؟ تأسيس هذا الجسد، إطعامه، لباسه، يعني السهر، التسلية فقط. طيب العقل نحتاج أن نتعلم، نحتاج أن نتعلم كل العلوم. لذلك أول شيء كان في ديننا ما هو؟ اقرأ من أجل أن ننتبه لهذا العقل. طيب والروح، هذه هي اللي هي أساس في هذا الجسم، كيف نتعامل معها؟ كيف نغذيها؟ لأنه إذا أهملنا الروح مات الإنسان. لذلك اليوم أنا أقول لنفسي أولا ولكل السادة، أقول انتبهوا لهذا الدين، نريد أن نتمسك به. والله هذا الدين هو النجاة، هو العصمة من كل مشاكل، يعني من كل هذه المشاكل في العالم. كنت أقرأ لهذا المفكر برنارد شو الذي هو معروف، يعني كان يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الذكرى التي نعيشها في هذا اليوم. يعني يقول قال لو أن محمد، لو أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان موجود في هذا العصر، قال لحل كل مشكلات العالم وهو يشرب فنجان من القهوة. هذا مين؟ هذا ليس مسلم، لكن هو درس الفكر هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، علم معنى الرسالة التي جاءت، التي نحن الحمد لله ننعم بها في هذا البلد المبارك. والحقيقة اليوم الشام
سوريا هذا البلد المبارك ينعم بهذا الدين وهذا الإيمان الموجود اليوم بالمساجد وبين الناس، لكن نحتاج إلى إيش؟ إلى تعزيزه، إلى التمسك به. صدقيني ينتقل الإنسان من حال إلى آخر، ينتقل لما يعلم كما كنا نقول، لما يعلم أن كل شيء بيد الله تبارك وتعالى تهون عليه القضايا، تهون عليه القضايا. لكن سبحان الله كل الناس اليوم في أناس سبحان الله، كنت أقول لبعض الأحباب يعني وأنا يعني آتي إلى هنا، مرة أحد يعني واحد من كبار الأغنياء في العالم، بعد ما يعني انتهى الطعام والشراب دخلنا يعني دخل أحد أهل العلم إلى حياته الخاصة، يمتلك ما تتصورين ما يمتلك من الأموال، هو يعني أحد هيك الأمراء، عنده غرفة من الغرف فيها أربعة من أولاده لا يستطيعون الحراك. قال هذه مصيبتي في الدنيا، قال تعالوا خذوا كل شيء أملك بس خلوا أولادي بصحة وعافية. نحن اليوم مع كثير من الهموم في حياتنا، كثير من الإشكاليات في بلادنا، وهذا أمر طبيعي في هذه الدنيا، لكن ننظر إلى حالنا، الحمد لله بصحة، الحمد لله بعافية، الحمد لله عندنا عمل، الحمد لله عندنا إيمان، الحمد لله عندنا دين، الحمد لله عندنا علاقة بيننا وبين الله عز وجل، الحمد لله عندنا رسول نلتجئ إليه إذا حارت بنا القضايا، نقول نسأل يا رسول الله ما نفعل، فنجد الجواب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، حضرتك تحدثت عن فكرة كتير مهمة، واللي هي اليوم نحن الزمن تغير وأصبحت في هموم اقتصادية، هموم اجتماعية، مرينا بحرب استغلت كتير من بعض ضعاف النفوس ودخلت بين الناس تلعب على التعايش السلمي واللي كان موجود بسوريا. اليوم خلينا نحكي عن أهمية الدين والمجتمع في الدين والتعايش والسلم المجتمعي. المجتمع بكل أطيافه لما يكون هناك ضوابط تنظمه تنتهي كل الإشكاليات، لكن عندنا هون إشكالية نحن بقضية الدين، مفهوم يجب أن ننتبه إليه جيدا. أعود فأقول الناس تعتقد بالأحرى أن الدين هو عبارة عن صلاة، عبارة عن حجاب، عبارة عن صيام، عبارة عن حج. الدين أكبر من ذلك بكثير، هذا الذي نتكلم عنه هو القاعدة الأساسية في الدين. رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلمون كلنا مذ كنا صغارا حفظنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه اسمها قاعدة. هل تستطيعين أن تبني بناء دون أن يكون هناك أسس وقواعد؟ لا. طيب إذا بنينا البناء دون القواعد ينهدم. أساس الإسلام هذه، لابد أن يكون عند المسلم هذه العبادات. يعني ما بمشي الحال إنسان مؤمن مسلم قال ما بيصلي، أنا ما عندي مشكلة فيك أنت ماذا تعمل، لكن الصلاة أساسي، الصيام أساسي، الإيتاء إذا كنت تملك من المال أساسي، إذا كنت تملك من المال يجب أن تذهب إلى الحج. طيب لكن الإسلام أكثر من ذلك بكثير. بل الإسلام لم يقبل الصلاة والصيام والزكاة والصلاة والحج إذا لم يقترن مع الأخلاق. لذلك نحن اليوم نتكلم، لما نتكلم عن الدين نتكلم عن نوعين من العبادة. الدين عبارة عن نوعين من العبادة، هذه مهمة جدا. أولا عبادة شعائرية. ما معنى عبادة شعائرية؟ هي الصلاة، صيام. طيب في عندنا عبادة تعاملية، لا يمكن عبادة شعائرية بدون عبادة تعاملية، ولا يمكن أن تكون عبادة تعاملية دون عبادة شعائرية. يعني اليوم مثل ما عم تحكي حضرتك، اليوم نحن اليوم نأسف ويعني ينزعج الإنسان عندما يرى إنسان يصلي ويغش، إنسان يصلي ويعتدي على الآخرين أو يظلم الآخرين، هذه مشكلة كبيرة. تمام؟ إذن والدليل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أولا المولى تبارك وتعالى لما تكلم عن الصلاة قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا لم تنهه الصلاة عن الفحشاء والمنكر لن تقبل هذه الصلاة. طيب الصيام، قال من لم يدع قول الزور والعمل به. إيش يعني قول الزور؟ يعني الكذب، والعياذ بالله الكذب نوع من هذا الكلام، شهادة الزور. قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لا تصوم. بالمقابل أيضا الذي يعمل العمل الصالح، أخبروا تكلم الصحابة الكرام مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له هناك امرأة تكثر من صيامها وصلاتها وذكرها. قالوا له لكن إلا أنها تؤذي جيرانها. صوروا يا جماعة، صلاة وصيام
وعبادة وقراءة قرآن، إلا أنها ماذا كان الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هي في النار. والصلاة يا رسول الله؟ قال هي في النار. بالمقابل تكلم لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بغية من بغايا بني إسرائيل، قال كانت هذه البغية يعني تكتسب المال من الحرام والعياذ بالله. يوما من الأيام نزلت في بئر تريد أن تشرب، شربت الماء، خرجت قال فوجدت كلبا يلحس الثرى، كلب عطشان بس ما خرج أنه هو ينزل على البئر ما بيعرف. قال فرحمته، خلعت خفها حذاءها، نزلت إلى البئر، أخرجت شيء من الماء، ثم سقت هذا الكلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فشكر الله لها صنيعها وأدخلها الجنة. هذه غير مؤمنة، لك يا جماعة تفعل الحرام، لكن ربي عز وجل لما ينظر إلى عملها وإلى عمله الصالح وإلى نيتها الصالحة ربي عز وجل يغفر. كثير من المسلمين يعني ربما ما صلوا ولا ركعة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فعلوا خيرا، جهدوا في سبيل الله، قتلوا، دخلوا إلى الجنة. إذا نحن بحاجة اليوم إلى هذه المنظومة، يعني بالأحرى كما بالأحرى أن نتعلم. الحقيقة أنا سأخبرك من آخر الطريق، مشكلتنا أختي الكريمة هي الجهل. الناس اليوم جاهلة في دينها، ما تعلم حقيقة الدين. اليوم الناس يا حرام بجهلها تعتدي على الدين، بجهلها تعتدي على اليوم بالجهل، باسم الإسلام الناس تقتل بعضها، باسم الإسلام الأخ يعني يأخذ حق أخته من الميراث، باسم الإسلام اليوم الجار يعتدي على جاره. وماذا يقول؟ قال أنا مسلم، نريد أن نجدد الإسلام، نريد أن نصحح الإسلام، نريد أن نتعلم. يعني أنا ما أنسى سبحان الله يعني كلمة السيد الرئيس يعني حفظه الله ورعاه، أسأل الله أن يحفظه في هذه الأيام المباركة، لما كنا بمعيته قال علموا الناس الدين كما أنزل، علموا الناس الدين كما أنزل على حقيقته، وعلموا الناس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بدنا نتشكرك أكيد فضيلة الشيخ على هالكلمات العطرة وبهي المناسبة اللي حضرتك موجود فيها. بنقول لك كل عام وأنت بخير، وإن شاء الله يا رب الناس تفهم فعلا حقيقة الدين بهذا المعنى يلي حكيت عنه حضرتك، اللي كل عام نتمناه طبعا. أكيد. شكرا لحضرتك وأنتم بألف خير، والله يتقبل منكم جميعا. حياكم شكرا الله. لك ولوجودك معنا، مشاركتك حياكم الله. شكرا لكم أنتم، شكرا لهذه القناة المباركة إن شاء الله. شكرا حياكم الله.